راح نتكلم عن قوة الخيال The power of imagination. نحن نمتاز عن باقي الكائنات بأن الله خلانا قدرة أنه نتخيل. غير كائنات ما عندها قوة الخيال. ليش؟ لأن الخيال هو من ملكات الإبداع، والإبداع هو صفة خاصة بالإنسان. يعني ما شفنا مثلا في يوم من الأيام أنه هارد يتعلم يشعل نار، أو مثلا دي خابر بالموبايل على فد بقرة ودي تقول له وينك وتأخر التمساح عن العزومة. ما عندهم. ليش؟ ما عندهم هاي الإمكانية. غرائزهم بدائية وتفكيرهم بسيط. لكن الإنسان بما حبى الله من روح عظيمة، من طاقة، واحدة من مكنوناته هو الإبداع، والإبداع أساسا من الخيال وليس من الواقع. طيب، أكو خيالات أو أحلام يقظة علم النفس أثبتها، اللي هي بسيطة وحلوة ومضحكة وكنا نمر بيها. يعني هاي الخيالات يمر بيها الياباني والهندي والصيني والعراقي والعربي والباكستاني، يعني مو خيالات غريبة. فقالوا أكو خيالات مشتركة عالمية تصير في فترات عمرية مختلفة. كل إنسان في فترة عمرية عنده خيال مختلف. فجماعتها اللي تكلم بها علم الاجتماع وعلم السايكولوجي وعلم النيوروساينس وعلم العصبية هاي الخيالات. وخلينا نشوف اليوم نطرح بعض الخيالات وشو ممكن نستفاد من عندها. تمام. أول خيال من الخيالات هو أنه نتخيل أنه عندنا قوة خارقة. كم واحدة متخيلة عندها قوة خارقة؟ كلها تنغاني منكم. زين، هو الخارقة العالم من سوى واستفتاء أكثر قوتين خارقة تحبها الناس هي الاختفاء. أنه مختفاء. كم واحدة مفكرة عندها قوة الاختفاء والطب تبوق الأسئلة؟ كلكم مفكرين. زين، وثاني قوة خارقة هي المشي عبر الجدران والبيبان. طيران؟ اي طيران موجودة. زين، هسه أريد اسمع عنوان الوان وانواع القوة الخارقة اللي تتمنوها عندكم. كم وحدة، لحظة سؤال، هي فريقين، منو تحب الاختفاء ما موجودة؟ اوكي، ثلاث ارباع. ها، منو تحب هاي تمشي بالجدران وتعتبر يعني تخترق الابواب ويعني هاي الطب من الباب عندكم؟ ها، مو هواي. زين، تمام. بعد اي قوة خارقة تتمنين عندك؟ اوكي، بس المايك حساني. اقرا افكار الناس. الله، اقري افكاري هسه. ما اقدر، جوعان مشتهي دولما. زين، كم واحدة تفكر بقراءة افكار الناس؟ يا شريرات، ليش؟ زين، منو تحبون تقرون افكاره؟ ها، ماما وبابا؟ زي يقولون يوم الأسود يوم اللي كنا ما مفكرين تجين وجيتي صار يوم أبيض. زين، منو تحبون تقرون أفكاره؟ مدرسات. المدرسات، ها، حتى تعرفون الأسئلة. أوكي، منو تريد تقرا أفكاري؟ إيش دا أقول هالسؤالي؟ إيش دا أقول بعلي؟ لا، ايش تتوقعين؟ منو تحزر ايش ذا افكر هسه؟ نعم. اي؟ بالمحاضرة اللي حتقدمنا اياها وش حتحكي؟ حلو، بعد، زين، راح افكر فكرة، خلينا نشوف منو ذكية منكم تقدر تقراها. او في الباتش، او في السمك، او في الهاي. دوم اي، او في الضلوع، الحامض مالها، لا تشعى شوي، عوفها بسعوفها. يلا، فكرت فكرة. منو تعرف ايش ذا افكر؟ شو كنت تخص محاضر؟ ليش انت؟ هسه بلشنا. ايش دا افكر؟ دا اقول ايش قد اني محظوظ في وسط هيج بنات رائعات ومميزات وعظيمات ومهمات. تصدقتوا؟ المهم، نرجع لموضوعنا. اذا يتمنى الانسان عنده هو خارقه. بعد يا الوان هو الخارقه، منو بعد تتمنى؟ كم واحد تحب الطيران؟ حلو. كم واحد متخيل انه هسه قرات الافكار، اختراع الجدران، الاختفاء، الطيران، بعد القدره على التنفس بالماء. حلو، حبيت حلوه. يطلع لها سمك قرش، بس خلي فهمك الموضوع ابد ما زين. بعد، نعم، الله، هاي إنسانية جدا. وبيش الكشفية؟ زين، نعم،
الله حلوة حلوة. موجودين بالشارع وايد نحكي وياهم، قصدي عادي. اوكي، يا حيوان تحبين تحكي وياه؟ البزونة. اوكي حلو. بعد حبيت حبيت. بالمناسبة احنا هسه مبتسمين وده نضحك، لكن هاي علميا هاي خيالات موجودة عند كل البشر، يعني هي مو فد شيء خاص بيكم، كل البشر يتمنون هذه القدرات الخاصة. وبمناسبة روايات وقصص من الأدب العالمي ألفت على التنفس بالماء وعلى الطيران وعلى مخاطبة الحيوانات، صح؟ وحتى في الأديان السماوية إذن هاي الخيالات طبيعية، يعني أنتم طبيعيات. بعد شكو خيالات؟ نعم. الله، كم واحد يتمنى تحرك الأشياء بدون ما تلزمها؟ كلنا تذكرون، ومن نشوف فيلم مال إكس مان وأسوي هالشكل وبلكي بقوة التركيز. صح صح يريد صح. بعد نعم، هو الخارق. هاي بس أنا يعني يعجبني، يعني بخيالي دائما أتخيل الناس اللي يموتون، يعني يعجبني أروح أعيش شلون تجربة ما بعد الموت، لو الحكي ولا الموت. لا يعني تجربة شلون اللي يعني لما الشخص يموت بس أريد أشوف شنو يصير وياه وأرجع. اسمه شنو؟ سارة. سارة اللي حكيته مهم جدا. أحد الدراسات العلمية قالت البشر كثير نسبة من عندهم تتمنى مخاطبة الموت أو العيش تجربة ما بعد الموت. ليش؟ لأن البشر يخافون، أكثر خوف يخافون منه مو الفيران ولا الصراصر ولا الأبرياص ولا مواجهة الجمهور، والخوف من الموت. فكثير تجارب، لذلك كثير أفلام رعب أو أفلام روحانية تتكلم عن هالموضوع. كم واحدة تتمنى الحديث مع ميت تعرفه؟ واو. طبعا هو احنا يعني حاشا لنا ان نتجسر على ذات الالهه، يعني نتكلم مجرد خيالات، ما نحكي صدق مع الاموات وكذا، لان هذا الشيء ما يصير وما ندخل بهاي الامور. بس منو يا ميت تتمنوا تكون؟ وش راح تسالوا؟ شنو مع منو؟ بيبيتي. بيبيتي ايش راح تساليها او ايش راح تقولي لها؟ ما ادري ارتاحت هناك لو لا. اوه زين تمام، انا ما اريد اغير المود لان اعرف شيء محزن. يلا ثانك يو بابا، الله يرحمها ويعوفكم عنها بفرح وبركه ونعمه فيكم وفي كل من عوائلكم. بعد منو عندها، منو تجيها خيال قوة خارقة أو شيء غريب؟ الحديث مع الحيوانات، التنفس تحت الماء، الطيران، اختراق الجدران، الطيران. بعد نعم. دمار. شنو؟ دمار. دمار؟ يعني من نصير عصبية. أي؟ شو أسوي؟ أسوي هيكي والأشياء، يعني شو مثلاً القاعد تقوم تتكسر وتطير الصخور وهاي وراها. أي. أني حباب ما عصبتك. أني حباب. شكرا. كم واحدة متخيلة بمناسبة الاسم؟ قمر. قمر؟ حلو اسمك. بمناسبة اللي قالته أيضا علميا يقال أنه الإنسان في ساعة الغضب يتمنى عنده هو يقتل شخص أمامه، أو يتمنى أنه فلان يموت، أو يتمنى أنه هيك أدمره. كم واحد في اليوم في لحظة عصبية يتمنى أحد يموت؟ كم واحدة بلحظة عصبية تمنت واحدة المدرسات اسم الله عليها تموت؟ نزلوا ايدكم يا أشرار، فوق ما يتعبون وياكم، مع الأسف عليكم. الله لا هم أمانة ما رفعوا، يعني رفعوا اثنين ثلاثة. شلون؟ لا سئ راح هم هواهم الخارق، تدمير موت ما هواهم الخارق ما بعد الحياة الأخرى. زين بعد منو تتمنى هو خارق؟ نعم. حلو حلو، مثل ما شلون انه كل اللغات احكيها، يعني شنو اللغه اعرفها؟ الفرنسي والالماني والهندي والصيني والعربي. إيه إيه. والكذا. حلو. كم واحد يتمنى عندها لسان التحدث بكل اللغات؟ عافيه عافيه. بعد شكو خيالات؟ نعم. انا اسمع منكم. بالمناسبه لحد الان ما قلتوا اي خيال غريب، كله مذكور في العلوم العصبيه، يعني انتم عادي جدا. اريد تحدي، تحدي خيالات غريبه. نعم. عندك قوة كهربائية؟ زين. كم واحد تتمنى تقدر تتحكم بالنار؟ جليد؟ جليد؟ اوكي بالكهرباء. منو راح تنتلين؟ من تنطفي الوطنية عود تعالي يا من ابداعتي. عندك قدرة توليد كهرباء؟ كم واحدة تتمنى عندها قدرة توليد كهرباء؟ او هيك شلون بيكاتشو بيكاتش وتطلع كهرباء وهيك تنتهي مقابلها. تمام ثانك يو. بعد اوكي شنو؟ قوة ذكاء خارق. ايش راح تسوين بيها؟ ايش راح تكتشفين بيها؟ ممكن اسوي فد شيء يذكر بالتاريخ مثل العلماء. حبيت. فعندك ذكاء خارق صح؟
مو ذكاء خارق، عندي قوة حفظ. قوة حفظ؟ تحفظين عن دراخة؟ إيه. أنا عندي ياها العد، هاي هو الخارق. Thank you. منو بعد؟ نعم شنو؟ شلون؟ أقدر أتحكم بالنار. تتحكم بالنار لو بالناس؟ بالنار بالنار. من يريد يتحكم بالنار؟ من يريد يتحكم بالناس؟ أوكي. من يريد يتحكم في فريق BTS؟ شنو هو الخارق؟ التحكم بالزمن يعني، أو الرجوع بالماضي أو المستقبل. الله، كم وحدة؟ عفية عليش الاسم. روان. روان، كم وحدة صار عندها قوة خيال؟ انه تتمنى الرجوع بالزمن او الطلوع للمستقبل. اكو كبسوله مع الزمن وترجعين بالزمن الى الى الزمن القديم. واو، يا زمن تريدين ترجعين؟ يا زمن ايه؟ زمن الماضي. خافوا ترجعون الزمن، ما بيلوحاتكم تموتون بالحصبه بالسيل بالانفلونزا، ماكو مسكنات والسن من يوجع. نعم. اروح للمستقبل. تروحي للمستقبل. نعم. اوكي دكتور. يا سنه يعني، يعني انا اريد اشوف لي وين انا راح اوصل، اريد اشوف مستقبلي. حلو 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 حلو. نعم، شنو الخيال؟ اي انت اي بابا، شنو خيالك؟ داحس رفعت ايدها وتورطت. انا قلت لها انت انا ما قلت شيء. شنو خيالك؟ على مهلك، على ما عندنا شيء. ها هو شو سوبرمان مو؟ يعني تشوفين ما خلف الجدران والبيبة؟ ها ليزر من العيون، يعني قوة نظر خارق تشوفين ما خلف الجدران؟ واو، لازم نسوي الحمامات من العد من حديد. شنو القوة الخارقة؟ الله الله، شو اسمك؟ شو اسمك؟ زينب. تتمنى عندها قوة خارقة تسحب كل القوة الخارقة اللخة من البشر. انت ايش تتمنى على قوة خارقة؟ قلت لك الاختفاء. شنو؟ اختفاء. الاختفاء. زين، نعم، شنو قوة الخارقة تمنيها؟ شلون؟ تجميد الوقت. يعني هيك نصير كنا؟ نعم. شلون؟ اي شيء ترسميه يصير حقيقه. رسمي لي شده ابو $10,000 بداعتي نحتاجه. نعم. شو تسوين هناك؟ شلون؟ تروحين المريخ؟ طلع ما بي هواء ما بي مي. واو، طلع بي مخلوقات فضائيه عندها هاي شنو؟ حلو. كم وحدة تتمنى عندها آلة زمن للسفر تسافر الكورية؟ هاي يردون يروحن. ها ما تردون؟ زين منو لعد وين؟ شنو هو الخارق؟ هو الخارق؟ إذا أي مكان بس يعني مو. أي شنو هو الخارق تتمنيها؟ أني. يعني أنا دا أتحدى خيالكم اليوم بنات. ما أدري بس أحب يعني أقرأ أفكار الآخرين. تقرين أفكار الآخرين. اي وهم افكر مثلا احرك اشياء. تحركين الاشياء؟ تمام. بس هذني يعني. تجيبين الريموت ليه ما بيج حيل؟ لا مو ريموت. انت بالزبالة ما بينا حيل. لا مو هيك. لا جاوبنا بعد. نعم. تتنفسين بالفضاء وتتنفسين جوا المي. حلو، بس لا تنشلين. اوكي شنو؟ اتحكم بالهواء. يعني شلون اتحكم بالهواء؟ بالرياح يعني. اتحكم بالرياح؟ ايه. هذولا شايفات فيلم اكس مين وجايات يطبوا على اللي شافوه باكس. نعم. بس لحظة، وين الست اللي قالت لي شو كلها موت؟ منو اللي قالت لي كلها موت؟ حضرتك؟ باع هو الخارق. شنو قواك الخارق؟ ها؟ انه اكتب اسم شخص يموت. تكتبين اسم شخص يموت؟ انا ترى مو سيف جنان كذب، هذا اسم الشهرة. مو ليش؟ 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 منو تتمنى عنده هو خارق تكتب اسم شخص يعيش حتى ننطيها الورقة؟ ما شكرا. ليش؟ زين كم اسم راح تكتبين بالورقة؟ و ها
زين. منو اللي قال قوة الشفاء يكون عنده قوة شفاء؟ منو تتمنى تحط ايده على المرضى يشفون؟ وتحط ايده على المصابين بالسرطان ويشفون؟ اي واو حلو. زين، كم وحدة عندها قدرة تغيير وجهها تسوي هيك تطلع وجه آخر؟ يا مو قنوعات بشكلكم. أنا يعني لو ما أسوي ما أغير وجهي نفسه. لا إن شاء الله أحسن كثير. تسلمين شكرا. هاي ما تحتاج هو خارق لأن أنت أصلا يعني أحسن مني. نعم. جدش عنده؟ يعني هو عنده صدق؟ بس انطوا المايك بس له عيديها فدوه. جدي عنده قوه خارقه. ايش عنده هو خارق؟ من ينام مثلا يشوف اللي حي يموت ثاني يوم يموت. من هو هسه بعده حي؟ اي لا يحلم بي بشرفه. يعني بداتي سلمي لي عليه وقولي يا دكتور اللي يحلم بي يعني مو كذب. اي 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 كم واحد اذا تحلمون بشخص يصير بي شيء ثاني يوم يا ستار؟ سلمي لي عليه. نعم شنو عندي قدره؟ اتمنى انه يكون اقدر اخترع علاج لمرضى السرطان وبنفس الوقت ارجع للزمن الماضي حتى اقدر اشفي والدي لان مات بمرض السرطان. اوه الى رحمه الله. فاتمنى انه اقدر اخترع يعني شفاء لمرضى السرطان وانقذ حياه الناس الباقين. امين يا رب. بطله يلا ان شاء الله اشوفك طبيبه وناجحه. بعد اكو هو خارق ما اخذناها شنو؟ نعم يلا شنو هو الخارق؟ استاذ دائما اتخيل انه اكو عالم ثاني وعايشه بيه نفس الاشخاص اللي عايشين احنا يعني موازي. عالم واتخيل هذا مثلا اكو ساره وحده ثانيه عايشه بذاك العالم اتخيلها شنو تسوي يعني؟ واو هل تسوي نفس الاشياء اللي انا اسويها بالحياه الواقعيه؟ بس اتوقع ساره مال هذا العالم احسن لان حاضره محاضرتي. استاذ انا دائما احضر محاضراتك. عجبني انا ايش دا اسوي هناك بس لا ابيع لبلبي شيء يعني ان شاء الله هم محاضر واعلامي وكذا. استاذ واتخيل شيء ثاني دائما اتخيل نفسي يعني مشهوره وناس هواي تعرفني وهيك يعني. هاي انا هسه جايها انا جايها هاي جايها. شكرا. سؤال هسه راح احكي بعض. كم واحده متخيله انه هي في يوم من الايام صاعده منصه ودي يكرموها على جائزه؟ شكرا واحب اشكر امي وابويا ومدرساتي ما يخالف حتى يعطوني درجات على هاي الجائزه العظيمه واللي بعدين صحوها. ساره تعال تغدي. لحظه بس اخذ الجائزه. متخيلين هالخيال؟ زين كم وحده متخيله مثلا هي مثلا فشي سياسي مشهور وياخذوا لها صور يعني شكرا يعني نحاول نغير وضع البلد. كم وحده متخيله نفسها مثلا برامج هاي المسابقات ذا فويس وغيرها وصوتها حلو او ويدزه الله ساره وبس زينه وبس انت الرأي من خيالاتي؟ ايش تخيلوا انتم اصلا صوتكم صفيحي ما تغنين بس المهم المبدا. زين بعد من الخيالات تذكرها العلم. كم وحده متخيله انه هي مشهد دا تنتحر ورا ما ضوجوها اهلها وش تسوي؟ هذا وحاطه كاتشب وراح يعرفون قيمتي بعدين امها تعرف لا يا معوده بنتي ويلحقون عليها باللحظه الاخيره ويشتروا لها الموبايل اللي تريده. متخيلين ايش تخيل؟ زين كم وحده متخيله؟ هاي شنو؟ زين كم واحدة متخيلة في يوم من الأيام إنه هي يعني عدل هو الخارق أو عدل هذه إنه يعني عندها فد هيجي يعني من تفوت أكو ريد كاربت منصة شو ما تقول عرض أزياء ودي يأخذوا لها صور ومشهورة ونجمة وممكن سيلفي الله يخليج وما أقدر وقتي ما يسمح وهي رائعة وهي أو كم واحدة متخيلة نفسها من تشوف مسلسل تركي أو هندي أو كوري هي مكان البطلة وتعيش الدراما ويخونها البطل وتتألم وبعدين هو ايش عاجبه بهاي البطله التركيه؟ انا احلى منها غير هي شويه اسوي حواجبي واصير احلى من عده. ليش دا اذكر هاي الخيالات؟ اولا اللي عندها هاي الخيالات هي انسانه طبيعيه جدا.
لأن هذا شيء طبيعي. البشر خلقوا للتخيل، البشر خلقوا للخيال، لأن كل اختراع احنا هسه بي كهرباء، تلفاز، كل شيء هو بلش مو من الواقع، بلش من الخيال. كل ما وصلنا له من النار والمدفأة والكهرباء والموبايل والموجات السينية والاكس راي والسونار مال الطفل والاكس راي مال نشوف العظام الأشعة يعني مال الصدر وغيرها من الأمور اللي تم اكتشافها، والفوق الحمراء والتحت البنفسجية الأشعة، لأن كلها كانت ما نشوفها وما نسمعها، لكن تحولت إلى مرئية ومسموعة ومحسوسة من ناس تخيلت وجودها أو تخيلت أجهزة تشوفها. طيب، إذن الخيال شيء عظيم، الخيال هو اللي مكن عظماء التاريخ أن يغيرون التاريخ. وين المشكلة بالخيال؟ الخيالات تزيد في أعماركم هاي السنين من 12 ل 21. بعد الإنسان من شوية يدخل عشريناته وثلاثيناته يبدي يقل الخيال، وهذا الشيء تدرون مو صح. شايفين الطفل شي تخيل؟ صاب كوب ما شاي والقاوي ماكو شي بلاستيك تشرب وعازم الطفل، صح؟ لأن قوة التخيل عند الطفل عظيمة. مع العمر، مع الواقع، مع الفشل، مع المحبطين، مع الكلام الكثير، مع مشاغل الحياة، هل عندنا الخيال ونصير واقعيين أكثر. وهذا سلاح ذو حدين، زين ومو زين. طيب، وين المشكلة هسه؟ للي ما عنده خيال هذا خطأ. المشكلة أولاً إذا كنا غرقانين بالخيال، يعني إذا كان معظم يومك هو في أحلام يقضى أو مثل هيك خيالات، بياخذ دياكل هذا اليوم من عندنا. أولاً لا بأس من الخيال، شيء عظيم، لكن لنغرق به. ليكن طول يومنا هو أحلام يقضى وخيالات، نطلع من مسلسل نطب ذا فويس، ندخل عرض أزياء، نطلع من هو خارقها، نطلع من كذا. اثنين، ليكون الخيال هروب إلك. يعني مرات واقعنا صعب، أنا ما أعرف مشاكل بيوتكم، بس مرات مشاكل أب وأم وعركات وحالة مادية ونفسية ومهنية ودراسية وتنمر وإزعاج وتحرش لفظي، فتتعرضون للكثير، خصوصاً أنتوا بنات في مجتمع شرقي. فعادة البنية تحاول تهرب من الواقع المؤلم وين؟ للخيال. ترسم عالم وردي، شو ما سلابسين وردي أغلبكم، تعيش بي خيالات، أتعصب أدمر العالم، ضرب جون يكتب اسماءهم كلهم حتى يموتون، اتخيل نفسي دا انتحر ورا المشاكل العائليه، او اعيش عالم افتراضي حتى اهرب من الواقع. الهروب منه الى الخيال مو علاج. اذا اولا الخيال مهم جدا، بس ما اغرق به. اثنين، ما اهرب من الواقع لأن أخاف أواجه مشاكلي إلى الخيال، لأن راح يضيع وقتي وما راح أنمو أزداد. ثلاثة، أوظف الخيال بشيء إيجابي. اللي عجبني بيكم هسه من داحتي هاي الخيالات، من رحت دورت على الخيالات الموجودة بالتكست بوك بالكتب، يعني تحليلي الشخصية كلها ذكرتوها، حبيت، لأن يقول لك إذا تذكر هاي الخيالات في مجتمع وبعضها لم يذكر، المجتمع مو واعي كفاية، لأن قياس ذكاء الإنسان بتخيلاته، جهاز كذا وتنفذ جوا الماء والفضاء وتحكم بالآخرين. أنتوا ما شاء الله قدتوا عبرتوا أصلاً الخيالات المكتوبة، شوف وين شطحات لعد. فالخيال مهم جداً، بس وين أوظفه؟ الله أعطانا الخيال مو حتى أهرب لداخل مسلسل كوري وتركي وأنسى حياتي، أو مو حتى أهرب إلى نجومية وشهرة وصور يأخذوها معايا وأنسى حياتي، أو مو أنه أنا مدى أقدر أواجه مشاكلي فأهرب في إماتة أشخاص أو إماتة نفسي. No. الخيال أعطي لنا حتى نستثمر لنجاحنا الشخصي. تتخيلين نفسك شلون تقرين وتنجحين؟ تتخيلين نفسك شلون طالبة متفوقة، شلون إنسانة عظيمة ومهمة وملهمة لهاي الحياة؟ أتخيل شلون دا أحفظ ودا أفهم المسائل ودا أربطها ودا أدرسها؟ أتخيل شلون من قالوا لي هاي المادة صعبة، لا سوري راح أدرسها وراح أدرخ. شلون ما قالت وحدة عندي قوة حفظ خارقة، ما تحتاجين قوة خارقة، تقدرين هسه تحفظين بطريقة قوة خارقة، لأن دماغنا بطريقة معينة مبرمج فهمه واستيعابه وحفظه وذاكرته مبخوس الحق مالها، لأن هي أعظم من بكثير مما تعتقدون عن نفسكم. فاللي قال عن نفسه أني أفهم بس ما أحفظ أعبر من عندي،
لا تخيل نفسي شلون دا احفظ واسمع وادرس واقوم واواجه الجمهور. حبيت هسه من دا تقومون مواجهه الجمهور، لان واحده من الامور من المخاوف من الفوبياز العالميه الخوف من مواجهه الجمهور. طالعه لازم مايك وتحكين انت، عافيه عافيه، بطله بطله. فاستخدم قوه الخيال في دروسي، اربط الماده، اتخيلها صوريا، ارسمها مشهد الماده، اشرحها لنفسي، اتخيل الشاعر من دي يقول ادب، استلذ بالبحث عن الظواهر المستتره بالقواعد. استخدم خيالي في دراستي مو للهروب من دراستي. اخيرا الخيال مهم جدا في تطوير انفسنا. كنا الانسان يمتاز عن بعض الكائنات بالخيال، يعني بخياله. فاستخدم هذا الخيال، حلو شويه اسرح شويه اسوي من هاي الخيالات تحكم، اتس فاين، بدليل من دي يسوون هيك افلام عنها تجيب بوكس اوفيس كبير. ليش؟ لان كل البشر تحب عندها سوبرمان وباتمان وسبايدرمان والقوى الخارقه وندر وومن، وسووا كرتون بوكيمون، لان كنا نحب الاكسترا باور، القوه الاضافيه او الاديشنال باور او القوه المضافه، لذيذه وحلوه وممتعه وتداعب وجداننا ولطيفه. لكن الجمال انه اني استخدم الخيال حتى افجر مكامن القوه والحكمه في وفي شخصيتي. جميل، يعني انا كسيف جنان حلو اني صار عندي قوه اختراع الجدران والطيران والسفر عبر الزمن وتحكم بالاشياء، بس لحظه خلي ارجع على هوايه اني بيه. الله ايش حط لي قوه حتى استخدمها اني للخير العام؟ حط لي حب القراءه فاقرا 16 ساعه باليوم، حط لي انه اني اشوف نفسي انه شخصيه اقدر احاضر، عندي كاريزما، احب اجمع معلومات، عندي خفه دم. فبديت اتخيل استثمار هاي الميزات والمواهب في محاضرات. هاي محاضراتكم اني متخيلها قبل 4 سنين، حتى يوم من الايام يتحول خيالي الى عافيه. لا تضحكون. فانت اليوم بيش مميزه، بيش اكسترا اوردينري، بيش انت خاصه ومميزه. فاتخيل استثماري لميزاتي ومواهبي وطاقاتي وما في لخيري بعدين. اتخيل المجد اللي راح يجيني، لان برا الاصوات شو تقول؟ برا الاصوات انت فاشله، انت بنيه، منو براس خير بالعراق؟ ايش راح تستفادين من التعيين؟ ما راح تجيبين معدل، على عماتش غبيه بالعربي، على خالاتش ما تفتهمين بالرياضيات، انت مو احسن من خواتش، انت عوره، انت كذا. هذا الصوت اللي نسمعه بالمجتمع، صح؟ طيب استخدم قوة الخيال، بدال ما اشرد من هذا الصوت اللي يقول لي انت بابا انت بابا انت بابا، بدال ما اشرد من هذا الصوت الى عالم خيالي، الى قوة خارقة، الى تدمير، الى تمويت، الى محاولة انتحار، الى انه اني نجمة، الى انه عرضت ازياء، الى انه فعلا استخدم الخيال. بيش اني مميزة؟ بيش اني سبيشال؟ هسه من دباع بوجوهكم كل واحد بيكم هي فد شيء خاص مميز يونيك. تعرفون الله شلون خلقكم؟ انتم نسيج ميزات، مواهب، فرص، امكانيات. هذا النسيج من نفخ به من روحه واعطاه هيئه بشريه، فورم بشري، ووضعه بكل يعني شلون تحفى ايقونه في وسط هاي الارض لهذا الزمان والمكان لدور عظيم يعيشوه. انتم هيك عظيمات ومهمات. فاستثمر ملكه الخيال حتى اعرف انت بيش مميزه، او وين اريد اوصل، او شنو حلمي. عجبني تقولي انا والدي توفى بالسرطان فاريد في يوم من الايام عندي قوه شفاء للسرطان. وظفيها هسه بدال ما قوه شفاء للسرطان، وظفيها في دراستك. فاتخيل نفسي طبيبه ادخل اختصاص حتى اكتشف علاج للسرطان. حلو، ليش؟ لان والدي توفى بي حتى ما يتكرر مع الناس اللي احبهم بعد. فتخيلي نفسك عظيمة، مهمة، ملهمة، قائدة، مديرة، وزيرة، مديرة عام، ناشطة مجتمعية، أم عظيمة، إنسانة رائعة، ملهمة، منيرة. أبداً لا ترضين أن تكونين في الشادوز، في الظلال. أنا هسه كلش حبيت من جيت وقعدت، أكو بنات مع الأسف طلعوا وقالوا منخاف من التصوير. إلى متى حتبقين تخافين؟ الى متى حتبقين انت في الباك ستيج؟ احنا ما داخلين مع احترامي داخلين حفله مطرب سيف نبيل او وات ايفر، يعني احنا داخلين مكان توعوي، مكان استناره، مكان فهم وعلم ودرايه. فعليك ان تستثمرين كل ما يقدم لك من هذه الحياه،
من معرفة، من علم، من قراءة، من دراسة، من خبرات، من ناس ناجحين، من ناس مفكرين، من أحيط نفسي بيهم، أتابعهم، أبطل أتابع التفاهات في السوشيال ميديا، أتابع من يجعلني أفضل، أتابع جوس ماير، أتابع أشخاص بحيث أدرك كم أنا عظيمة وأدرك بما ميزني الله، ثم أستخدم الخيال إلى شيء أرى لنفسي بعدين. خيالي قبل 5 سنين أنه كان أنطي محاضرات هيك كبيرة، من بديت باليوتيوب جنت يعني بديت طبيب أقدم طب عادي، بس كان عندي خيال أنه أصير محاضر محلي أسوي محاضرات، وهسه أسوي محاضرات في السجون للأزيديات المعنفات مع وزارة التربية لوزارة الصحة، أسوي في الجامعات وأسوي في كل مكان، حتى في أماكن برايفت لوزارة الداخلية أدرب منتسبين وكذا. هسه حلمي أو خيالي إلي بعد 4 سنين أنه أصير محاضر دولي، فراح أفتح مؤسسة، فرع في دبي، فرع في تركيا، راح نفتح فرع في وين بقى الفرع الثالث بالسويد في ستوكهولم، حتى تصير مؤسستي مؤسسة سيف جنان، حتصير من محلية إلى دولية، وأنطي هاي المحاضرة للجالية العراقية. هسه راح ننطي ليها دول، عندي كرواتيا، عندي النمسا، عندي ميشيغان أمريكا، عندي الأردن للجالية العراقية هناك. هذا حلمي، هذا. فاستخدمت الخيال اللي هو أصلاً يا رب تحطتني أحب أقرأ، أجمع معلومات، أحب أقدم محاضرات، أحس عندي كاريزما، حوظفها للخير العام. أنا انطيتكم تجربتي، هسه أنت تستخدمين الخيال لما بعد، وأنتوا هسه في أعظم مرحلة في التخيل، لأن قلنا مع العمر الخيال شي يصير بيه حرامات، فاستثمري لخيرك. هيك غمض عينك، غمض عينكم ثواني، وتخيلي حطي اسمك زينب، سارة، زهراء، قمر، whatever، مريم، وتخيلي نفسك بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، شنو بعيدا عن القوى الخارقة، تخيلي لي أنت خارقة، أنت إنسانة بمنجزاتك وبقيمتك وبمعناك وبأخلاقك وبدورك، إنسانة خارقة، مهمة، ملهمة، عظيمة. يلا متناموا فتح عيونكم. فاستخدمي قوة الخيال للخير. أحبكم جداً. شكراً.